بداية الشهر العاشر بدأ العمل فيها كآليات هندسية وثقيلة نزلت فيها تشتغل. تقريبا عندنا المدة المحددة لها ببداية فصل الربيع راح تدخل حيز العمل. طبعا أقسامها في عنا قسم للألعاب الأطفال، في قسم للرياضات للمشي والجري وهيك شغلات، في كمان القسم الثاني للإنسان يعني يقعد ويتنفس يعني ياخذ نفسه بالحديقة، بالإضافة كمان لقسم الجراج يعني السيارات، كمان موقف للسيارات كمان موجود فيها. على مساحة تقريبا الحديقة على مساحة 42 دنم. طبعا التصميم اجى بخبرات وطنية سورية من شمال وشرق سوريا، مهندسين عمارة ومهندسين زراعة ومهندسين مدنيين. طبعا تم الإقلاع بالمشروع قبل حوالي 5 أيام ب5/11، وإن شاء الله التسليم سيكون ب1 نيسان أو بداية شهر نيسان إن شاء الله. طبعا وتم دراسته بأجهزة حديثة، أجهزة GPS.